اليوم جيت سعيدين بان كنحتفلوا بهذا الحدث الكبير، الحدث اللي الامازيغ والمغاربه كيحتفلوا به كلهم، حيت سيدنا من بعد ما ديما كل سنه كنا كنطالبوا بان السنه الامازيغيه تكون عيدا وطنيا، وكنشوفوا بان راه عيد يناير داز، ولكن مع ذلك الحمد لله تحقق لنا هاد المطالب ديالنا اللي بغينا، واليوم كنحتفلوا به حيت بانه حدث كيستاهل ان نحتفلوا به، حنا الامازيغ كيستاهل بان نحتفلوا به، واخا فتره وجيزه جدا درنا هاد ليفينمون، ولكن الحمد لله بغينا نقول لهم بان اولاد سوس قادين عليها، وفعلا قدرنا ان نصنعوا هذا الحدث الكبير. ولا شفتوا ليفينمون راه سميتو ملتقى الفن، لان فعلا كاينه مجموعه ديال الفنانين ومجموعه ديال البنات اللي هما بنات سوس، غادي يوريونا لي كوليكسيون ديالهم في القفطان المغربي اللي خدامين عليه، بانه حتى هو صناعه من سوس، حيت بنات سوس تبارك الله عليهم. وتخشوز بانه عمل خيري اون كولابوراسيون مع اسويس فيلاج، فهاد الشيء كنشوفوا بانه كيستاهل ان نحتفلوا، داكشي علاش. وبغيت نقول شكرا بزاف الناس اللي دعمونا، شكرا بزاف الناس اللي احتضنونا كفكره، وسوس تستحق الافضل. أولا سعيد بالمشاركة ديالي مع الأخت وفاء في هذا الحدث الفني الأمازيغي فوق مضاغ، وليس فقط حفل، فهو أكثر من هذا، حدث اللي إن شاء الله غادي كبير، يكون كبير من هنا لقدام. كيف ما كتشوفوا الدورة الأولى ديالو، وما شاء الله الحجم الكبير ديال الناس اللي تفاعلوا مع الفكرة، سواء من صحفيين أو الناس اللي كاينين معنا الشركاء وهذا. وأهم حاجة في الحفل أنه عنده طابع اجتماعي، طابع اجتماعي مع اسوسياسيون اس او اس اللي كاينه معنا، غادي تربح واحد لاباغ من هاد المداخيل. الا جينا نهضروا على لو تيم ميد ان سوس مسا صنع في اكادير، هو بعد ما كان سيدنا عطى انه ايد يناير غادي يكون ان جور فيغي مؤدى عنه، فقررت انا والاخت وفاء غادي نديروا هاد الحدث، هاد الحدث اللي جامع بزاف الفنانين اللي كيحتفلوا بالحدث الفني الامازيغي في سوس، واكيد بالحضور ديال الفنان الامازيغي حتى هو اللي غادي تشوفوا اليوم، ولا سامفونيك امازيغ اللي بقياده سي عبد الغني الفلالي، وبزاف ديال المفاجآت ان شاء الله معنا. وشكرا لكم.